لو رجع بيك الزمن ترتبطي بالدكتور نبيل معوض؟ أكيد أكيد طبعا، لغاية النهارده بحس إنه هو كل حياتي هو نبيل معوض، لأنه 9 سنين وثلاثين سنة جواز، فهو ده هو ده الحياة، وبنت منه بنتي، فيعني أكيد هو يعني، وكمان ربنا أخده بدري. حسيتي بإيه بعد ما مات؟ بصي أنا كنت سايباه، معلش بس موجود في الحياة يعني، برضو طالما تفكري الناس بتحبيه بقى كده. بالمقاسي. لا بحبه، ولو حبيته لما مات اكتر من وهو عايش. دي فزورة؟ لا صدقيني حبيته اكتر، يعني حسيت بيه اكتر. بس بقى خلاص. هوقف لك التصوير. هوقف لك التصوير وانا مش افتقدتيه بعد عايز. ما مات؟ اكيد. ايه اكتر حاجة كان نفسك يبقى عايش فيها وافتقدتيه فيها؟ بنتي حبيبة طبعا، يوم فرح حبيبة كان نفسك يبقى موجود. نطلع فاصل يا جماعة.